السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة هنتكلم فيها عن كل كم يوم يتم ري الطماطم قبل مرحلات التزهير او قبل فترات التزهير، وان شاء الله حنجاوب على السؤال هذا. فطبعا قبل ما نبدأ حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هي ريشة الطماطم اللي قمنا بزراعتها بعد مرور شهر من الزراعة. وطبعا الطماطم في بداية التزهير أو طبعا قبل فترة التزهير بالشكل هذا. طبعا من أهم الأشياء اللي لازم تعملها في المرحلة هذه هي عزيك التربة أول حاجة، ولكن الأهم هو الانتظام في الري. فبالتالي طبعا جيني أسئلة عن كل كم يوم يتم ري الطماطم في المرحلة هذه. طبعا الري في المرحلة هذه مهم جدا طبعا حتى نمنع تساقط الأزهار الجديدة. فطبعا الري في المرحلة هذه مهم جدا للطماطم. طبعا احنا فصل الصيف وبالتالي درجات الحرارة مرتفعة، فبالتالي الري حيكون كل يومين بنروي ري بالغمر. وطبعا نحاول انه احنا نروي طبعا في المساء، في اخر المساء او في الليل. طبعا هذه افضل الاوقات لطبعا ري فيها الطماطم. وطبعا لازم يتجنب وقت الظهيرة لانه طبعا النبات مش هيستفيد وبالتالي ممكن يموت، ممكن طبعا الازهار تسقط. فطبعا على سبيل المثال احنا اليوم روينا حنستنى يومين اخرين وبعدها نقوم بالري لغاية طبعا العقد. وطبعا العقد هو تحول الازهار الى ثمار. فمثل ما تكلمت انه الري في المرحلة هذه بالنسبة للطماطم مهم جدا جدا حتى طبعا الازهار هذه ما تسقطش. فطبعا مثل ما تلاحظوا انه التربة جافة، فبالتالي حنقوم بري الطماطم اليوم وطبعا حنستنى يومين اخرين وبعدها نقوم بري الطماطم وطبعا نستمر بالشكل هذا لغاية طبعا ما الازهار هذه تتفتح وطبعا تبدأ تعطي في الثمار. وطبعا بالنسبة للناس اللي زرع الطماطم وطبعا برنامج الري يكون قطرة قطرة، فبالتالي لازم نروي كل يوم ري. وطبعا الري يكون مرة واحدة كل يوم، يعني مش روينا في الصباح وبعدها بنروي في المساء. لو بتروي النبات بنظام القطرة قطرة لازم يتم الري كل يوم مرة واحدة وطبعا على مدار الأسبوع، لأنه طبعا الري قطرة قطرة بيختلف عن الري بالغمر. وإن شاء الله إحنا حنتابع الطماطم لغاية إن شاء الله فترة التزهير والعقد، وإن شاء الله حنتابعها خطوة خطوة في القناة. وطبعا في نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم. نعيدكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.